اليوم إن شاء الله هبتدي سلسلة جديدة من مراجعات بيبر 1 لمنهج الـ AS بيولوجي، إن شاء الله يكون مفيد بالنسبة لنا ونقدر نتواصل الفترة الجاية. هقدم كل سلسلة كاملة كل الشابترز إن شاء الله. ناخد step by step. النهاردة إن شاء الله هنبتدي شابتر 1. شابتر 1 بيتكلم عن سيل ستراكشر، هناخد منه الجزء الاول. في كذا بارت انا هقدمه، لكن في الحقيقه همشي الاول ان سيريز، وبعد كده ايه تاني بارت 2 بارت 3 اند سو اون على حسب الافيلبل تايم ان شاء الله بالنسبه لكم وبالنسبه لي. تعالوا بينا مع بعض بالنسبه لشابتر 1 سيل ستراكشر. لو اتكلمنا فيه اول سؤال بيقابلنا زي ديجرام بيلو was drawn from an electron micrograph of an animal cell. Which diagram would represent the same cell seen under simple light microscope using daylight as the only light source? طبعا عندي 4 choices A, B, C, D. لو بصينا كده في الصورة هنلقى في الفيجر عندي cell موجودة اللي فوق بالالكترون مايكروغراف، ونيجي ناخد باللايت مايكروسكوب يا ترى اني واحده فيهم تبقى باللايت. بالالكترون مايكروسكوب في الايمج الاولى واضح جدا انه عندي الفيجر بيمثل، شوف الماركر بتاعي اوكي the gram below was drawn from an electron micrograph of animal cell. مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ اتمنى تكونوا كل خير ويكون كل امتحاناتكم اللي فاتت تكون موفقين فيها وشغالين كويس. لو بصينا كده اهوت مع بعض في الريفيجن اللي بنقدمها، هي عباره عن سيريز من الريفيجنز خاصه ببيبر 1 اي اس باي. لو بصينا كده مع بعض الريفيجن الاولى بتكلم فيها عن السيل ستراكشر بارت 1 منها. لو بصينا على أول سؤال the gram below was drawn from an electron micrograph of an animal cell. Which diagram would represent the same cell seen under simple light microscope using daylight as the only light source. لو بصينا عندي الفيجر الأولاني بيمثل electron micrograph electron microscopy وفيها details بين details الخاصة بالcell structure الموجودة قدامنا. الديتيلز دي بتورينا هنا اهوت سي مثلا عندي نيوكليوس ونيوكليولس، دول ممكن اقدر اشوفهم باللايت مايكروسكوب عادي جدا، ولكن نبص الاندوبلازميك ريتيكولم موجوده والرايبوسومز بريزنت، ومعروف الرايبوسومز هي التاينست اورجانلز الموجوده في السيلز. لو بصينا برضو يا شباب هنلاقي الميتوكوندريا بالديتيلز الموجوده عباره عن الاوتر والانر ميمبرينز المشهورين المشهورة بيهم، وكمان في سمول فيسكلز زي سيكريتوري فيسكلز اللي خارجة من جولجي أباريتس. ده الإلكترومايكروغراف. طبعا الأنسر لو حبينا نفكر سمبل لايت مايكروسكوب يعني زي اللاب مايكروسكوب اللي أنت امتحنت بيه براكتيكال أو هتمتحن عليه، هنلقى باللايت مايكروسكوب ما أقدرش أشوف كل الديتيلز دي خالص. أقدر أشوف زي ما اتفقنا النيوكليوس وتبان جدا وكلير إناف، واشوف فيها كمان ايه النيوكليوس، تمام كده؟ واشوف فيها نيوكليوس، فالانسر هي ايه؟ الانسر في السؤال ده تعتبر ايه؟ لو بصينا برضو كده هنلاقي هنا في ديتيلز موجوده جولكي بيتشفت اللايت في الحقيقه، لكن محتاج سبيشالستين مش سامبل لايت، محتاج سبيشالستين ومحتاج هاي كواليفايد لايت مايكروسكوب. هنا استحاله يتشاف باللايت الرايبوسومز
والميتوكوندريا بالديتيلز موجوده. نفس الكلام في لتر سي، يبقى الانسر عندنا هي لتر اي. نكمل كده مع بعض. سؤال نمبر 2، ذا ديجرام اوف ريد بلاد سيل ان ديجرام، ذا دايمتر اوف ريد بلاد سيل ان ديجرام واز ميجرد as 2.5 سنتيمتر. عندي الدايمتر اوف ريد بلاد سيل عباره عن 2.5 سنتيمتر. طبعا ده هو الدروينج اللي هو الاي الايمج سايز 2.5 سنتيمتر للدايمتر الخاص بالريد بلاد سيل. اوكي، بالريد بلاد سيل. لو بصينا كده وشفنا الاكشوال دايمتر اوف ريد بلاد سيل ووز 7 مايكرومتر، 7 مايكرومتر ده الاكشوال اي. Which calculation would give the correct magnification for the red blood cell in the diagram؟ يا ترى المagnification بتاعي يبقى ايه؟ طبعا معروف عندي ان في رول، الرول دي بستعملها من تريانجل مشهور عبارة عن ال i okay equal a times m i m okay. طبعا لو بصينا وحبينا نعمل substitute للفيجرز الموجودة او للسؤال الموجود كفيجرز، قال لك ايه هنا؟ هو قال لك هنا الدروينج هو 2.5 سنتيمتر. فين الدروينج؟ اهو اقدر اكتب هنا 2.5 سنتيمتر. اوكي طيب، وبعد كده هل الاكشوال اهو يمثل 7 مايكرومتر. طيب يبقى لي ماجنيفيكيشن، واضح الماجنيفيكيشن، خلي الماجنيفيكيشن كده بايدينا، هنلاقيها ام ايكوال image over actual. يبقى m equal image over actual. طيب الامج عندنا كام؟ 2.5 سنتيمتر. اوكي طيب، وبعد كده الاكشوال عبارة عن 7 مايكرومتر. لو بصينا كده هو السنتيمتر ازاي بعمل له conversion، بيتحول طبعا times 10 عشان يبقى مليمتر، صح كده؟ مليمتر، والمليمتر تايمز 10 تو ذا باور 3 يعني 1000 عشان يتحول مايكرومتر. لو بصينا كده وعملنا اكستنشن لللاين ده، هنلاقي مايكرومتر ظاهر هنا وظاهر هنا، اعمل له كانسل. طبعا الام ام اتحولت لمايكرومتر، مالهاش وجود. طيب نتبقى كده اهوت بالكالكوليشن، واضح الكالكوليشن تمثل ايه؟ تمثل الرقم 25,000 over 7. Okay, over 7. فهنا الانسر C. طبعا دي بروبلم بسيطة خالص تقدر تحلها بسهولة. طيب نكمل كده. The diagram shows a thin wheel drawn to scale. طبعا في scale bar موجود، السكيل بار. انا السكيل بار انا S2 لما عملت print للإكزام او print للبيبر دي، طالع طبعا print مش هيبقى برضو اكريت زي ما يكون اكزام بيبر اصليه اوريجينال، ممكن يكون في برسنتج في الماجنيفيكيشن. فهنا انا مطلعه 1.6 سنتيمتر، ده البرنتد او برنت اوت بتاع الاكزام 1.6 سنتيمتر. طيب هنا هو يمثل ايه؟ ده في الحقيقه كل 1.6 سنتيمتر تمام كده في الدروينج الموجود قدامنا، ده يعتبر drawing، ده يعتبر image. Actually يمثل 3 متر من الويل. يعني كل 1.6 سنتيمتر من الويل اللي قدامنا في drawing يمثل actually okay 3 متر كاملين. طيب يبقى ده ال actual. طيب student made 3 statements about the diagram. The magnification is 0.006. magnification. طب ما احنا لسه واخدين magnification حالا. لو بصينا كده بالرول المشهوره magnification equal image over actual. طيب فين الامج؟ ادي الاي over الاكشوال. طب واضح هنا سنتيمتر over حاجه بالمتر، اكيد اكيد هتطلع ديسمال. لو عملت كده هو بالكالكوليتر تمام كده بعد conversion of units، يعني الام equal اي over A ال I 1.6 سنتيمتر، وال A هي الاكشوال بالنسبة لنا تمثل 3 متر كاملين. ف
فلازم اعمل سوري متر بالام سمول اوكي فلازم اعمل ايه كونفرت للمتر انتو سنتيمتر ده افضل اعمل كونفرت ازاي افضل من ايه طب افضل من ان انا احول سنتيمتر تو متر في الحقيقه طب المتر يتحول ازاي يبقى ملتي بلاي 100 لو انت بالكالكوليتر عملت 1.6 ديفايد 300 يطلع لك الرقم ده يبقى دي الستيتمنت اللي قالها الاستوديو مظبوطه الريشيو اوف اكشوال سايز اكشوال ريشيو ما بين الاكشوال سايز الاكشوال سايز للدياجرام ايمج هل هو النمبر ده او الفيجر ده هل الاكشوال الممثل 3 متر بالنسبه لنا يعني على دروينج او الاكشوال بالنسبه للويل وهو موجود في اللاب او موجود في البول اللي احنا عملنا هانتنج او عملنا كاتش للويل ده يا ترى الريشيو للدياجرام ايكوال الفيجر اللي قدامنا واضح انها لا واضح انها لا ليه؟ لان في الحقيقه الاكشوال انا مش معروف بالنسبه لي ستودنتس لسه ما حسبوش يعني كده ما حسبوش وحتى بعد ما يحسبوا مش هيطلع الفيجر ده خالص للدياجرام الموجود طب تعالوا بينا فين ويل هاز ان اكشوال لينث اوف 24 متر ايه رايكم لو انا اخدت الريشيو دي الريشيو دي قل 1.6 سنتيمتر تاني كده في الدروينج يقابلها اكشولي ده في دروينج اي يقابلها اكشولي 3 متر كاملين طب يا ترى لو 24 متر دول جابهم منين في الحقيقه انت ده يعتبر درون بالنسبه لك تعالوا بينا ناخد هنا لاين وناخد هنا عند النوز او عند معنى اصح عند التب اوف ماوث او التب اوف هيد الماوس معروف في الفنترال بوزيشن هناخد هنا الديستنس دي كلها هنلاقيها في البرنت اوت بتاع الاكزام طلع 13 سنتيمتر 13 سنتيمتر طب اذا كان 1.6 سنتيمتر بيديني اكشولي 3 متر من الويل طيب يا ترى لو عندك 13 سنتيمتر يدوا كام؟ يدوا اكس اكس ده هو الاكشوال لينث بتاع الويل لو عملت كالكوليشن كروس مالتيبليكيشن يطلع لك الفيجر ده تمام كده صحيح في ديسيمال لكن احنا بنتنازل عنها لانها للزان 0.5 فعندك الانسر تمثل نمبر 1 رايت نمبر 3 رايت لكن نمبر 2 رونج وبالتالي الانسر هتبقى 1 اند 2 سوري 1 اند 3 1 and 3 يبقى letter C. Okay. ناخد سؤال آخر. Which structures are found in both chloroplast and the mitochondria? Chloroplast 70 ribosomes, 70S ribosomes, 80S ribosomes, circular DNA. أنا عاوز أفتكر معاكم chloroplast شكلها إيه؟ أدي chloroplast. يا ترى فيها circular DNA؟ آه فيها لوب اوف سيركولار دي ان اي هل هو لوب واحد؟ لا هو في ميني كوبيز من السيركولار دي ان اي في الحقيقه داخل الكلوروبلاست الواحد. طيب ادي سيركولار دي ان اي يعني ايه سيركولار؟ يعني مش لينير مش زي النيوكليير دي ان اي داخل الهيومن سيل او بلان سيل لينير ده سيركولار ملهوش بدايه وملهوش نهايه سيركولار دي ان اي وسمول ان سايز. طيب ده نمبر 1 يبقى في سيركل دي ان اي في كلوروبلاست يا ترى في رايبوسومز في الوت اوف رايبوسومز ليه هي اتس اون رايبوسومز الاون رايبوسومز نيدد فور بروتين سينثيسز علشان الانزيمز اللي هي نيدد فور فوتو سينثيسز طيب الرايبوسومز دي نوعها ايه 70S رايبوسومز طيب ده كده تعتبر كلوروبلاست نكمل كده الميتوكوندريا واضح الميتوكوندريا فيها ميني كوبيز من السيركولار دي ان اي ادي كوبي وادي كوبي وادي كوبي في كتير ممكن ميني كوبيز ميني اي كوبيز من السيركولار دي ان اي دبل ستراندد لكنها سيركولار طيب يبقى كلورو
الكلوربلاست عندها سيركلر دي ان اي والماتكن عندها سيركلر دي ان اي. طب الرايبوسومز اخبارها ايه؟ 70 اس رايبوسومز، كل جرامز دي 70 اس رايبوسومز. يبقى معنى كده في 70 اس رايبوسومز في الكلوروبلاست وفي الميتوكوندريا، وعندهم اللي هما الاثنين سيركلر دي ان اي. طب يا ترى اي تي اس رايبوسوم شير ما بينهم؟ لا طبعا. يبقى الانسر 1 و3. 1 و3 فين؟ 1 و3 يبقى ليتر اي. اوكي، السؤال اللي بعديه بنكمل كده. راديو اكتيفلي ليبل امينو اسيدز ار انتروديوس ان سيل ذات از اكتيفلي سيكريتنج اني انزايم. ده في بروتين سينثيسز احنا محتاجين امينو اسيدز، والامينو اسيدز دي هي اللي بتعمل اسمبلي عن طريق الرايبوسومز طبعا في وقت الترانسليشن، ونطلع بوليبيبتايد شين عباره عن انزايم او ميني تشينز ويجمعوا بعد كده في شكل انزايم. اوكي، هنا هو قال لك ان ويتش سيل ستراكشر وير راديو اكتيفيتي فيرست بيكام كونسنتريتد. الهايست كونسنتريشن اوف راديو اكتيفلي ليبلد امينو اسيدز هيكون فين؟ المكان اللي بيحصل فيه اسمبلي، تجميع للامينو اسيدز. مين اللي بيجمع الامينو اسيدز؟ طبعا اللي بيجمعها الرايبوسومز وقت الترانسليشن بيستدعي تي ار ان اي كارينج سبيسيفيك امينو اسيدز اكوردنج تو كودون اون ام ار ان اي، وكمان اكوردنج تو انتي كودونز بيبتدي تي ار ان اي ياخد الامينو اسيد سبيسيفيك ويحطه في البوزيشن المظبوط، وبعد كده يحصل الونجيشن للتشين الخاصه بالبروتين سينثيسيس. هنرجعها ان شاء الله فيما بعد في اسئله ثانيه، لكن بصوا كده معايا. لو بصيتوا كده ده الريليشن شيب ما بين الاورجانيلز المختلفه داخل السل. الريبوسومز هي البلاك دوتس موجوده على رف اندوبلازميك ريتيكولوم. التشين اللي هي الريد دي تعتبر سيكونس من الامينو اسيدز في برايمري ستراكشر، بعد كده سكندري لما يحصل موديفيكيشن سلايت موديفيكيشن ان اندوبلازميك ريتيكولوم سيسترني، وبعد كده بتخرج من الاندوبلازميك ريتيكولوم في شكل ترانسبورت فيسكل اللي هي موفبل دلوقتي، فيوز مع جولجي يحصل اكسترا موديفيكيشن، ممكن يحصل جلايكوسيليشن وكذا ايفنتس بتحصل في جولجي في الحقيقه، في الاخر يحصل اكسوسايتوز زي ما انتم شايفين. طيب فين الهايست كونسنتريشن اوف ريدي اكتيفيتي؟ يعني ايه فين؟ في مكان التوكس، مكان الرايبوسومز. يبقى الانسر هنا تعتبر ايه؟ لان الاي دي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم عليها توكس اسمها رايبوسومز. اوكي؟ طيب نشوف منظر اخر. ادي المنظر الاخر اهو بيعبر عن الكلام ده كويس. لو بصيت كده معايا الراديو اكتيفيتي ات ذا رف اندوبلازميك ريتيكولم، كل الجرانيولز اللي لونها ريد دي هي عباره عن رايبوسومز. طبعا الرايبوسومز تعمل سنسيسز للبروتين اسمبلي للامينو اسيدز في شكل بوليبيبتايد شينز، وبعد كده يحصل لها موفمنت ثرو سيسترني اوف اندوبلازميك ريتيكولم، وبعد كده يحصل بات اوف الفيسكل اسمها ترانسبورت فيسكل. الراديو اكتيفيتي ما زالت موجوده هنا، تتنقل فيوز مع جولجي، بعد كده جولجي بيحصل بات اوف ات اندز في شكل سكريتوري فيسكلز، بتخرج السكريشنز اللي هي في شكل انزيمز، كل الانزيمز طبعا بروتينز، او اذا كان بيبتايد هرمون زي الانسولين برضو في شكل بروتين. اوكي، ادي فكره الراديو اكتيفيتي بعمل تريسنج ل الحاجه اللي هي ليبلد بالريديو اكتيفيتي. طيب نكمل كده مع بعض. نمبر اللي بعديه رايبوسومز اكسست از سيبريت سب يونتس ذات ار باوند توجذر ديورينج بروتين سينثيسز. وات دو ذا سب يونتس كونسيست اوف؟ طبعا معروف انه عندي داخل النيوكليوس في ستراكشر اسمه نيوكليولس هو اللي بيكون الرايبوسومز، لكن في الحقيقه الرايبوسومز بتتكون ازاي؟ عبارة عن ميكس من بروتين، بروتين جاي من السيتوبلازم، certain types of proteins synthesized برضو by ribosomes already موجودة في السيتوبلازم على الرف اندوبلازم كريتيكولم أو فري، بتطلع specific types of proteins. البروتينز دي enter و transfer through nuclear pores، بتخش لمنطقة النيوكليولس
في النيوكليولس هي عبارة عن overlapping ل several molecules of DNA عشان كده بتبان لك في dark spot one or more nuclei داخل النيوكليوس الواحدة. هنا باينة واحدة بس. طيب ايه اللي بيحصل؟ في الحقيقة هنا في active genes بتعمل ايه جينز دي؟ بتطلع ميني كوبيز من باي ترانسكريبشن طبعا بتعمل ميني كوبيز من RNA ريبوسومال ريبو نيوكليك اسيد مع البروتين اللي جايه من السيتوبلازم يحصل ميكس الاثنين مع بعض يطلعوا ريبوسوم جديد. طب ايه الريبوسوم الجديد؟ يفضل موجود جوه؟ لا مش مكان شغله جوه، امال مكان شغله فين؟ بره. فالريبوسومز تطلع من نيوكلير بول عشان تمارس الدور بتاعها اللي هو الترانسليشن. طيب ازاي بتخرج؟ بتخرج يا ترى بالتو سب يونتس؟ لا بتخرج سيبريت. بص كده المنظر اهو، ادي التو سب يونتس. في الحقيقه هنا المنظر مبينهم انهم لازقين في بعض، لكن هو وقت بس البروتين سنس بيحصل ايه؟ بيحصل بايند توجذر او بيحصل ترانسليشن المسج الموجود على الام ار ان اي. اوكي طيب يا ترى what do the subunits consist of؟ التو ريبوسومز دول تو subunits of ريبوسوم يمثلوا ايه؟ يمثلوا ار ار ان اي زي ما اتفقنا، ريبوسومال ار ان اي اند بروتين. يبقى الانسر سي. جه منين؟ حصل ترانسكريبشن لميني كوبيز من الريبوسومال ار ان اي في النيوكليولس. طب ايه هي النيوكليولس؟ overlapping of many molecules of DNA inside the nucleus، ودي بتبقى active فيها active genes وتصنع ميني كوبيز من RRNA. يحصل ميكس ما بين RRNA وبروتين تكون اللارج سب يونت والسمول سب يونت، يخرجوا من النيوكلير بور علشان يعملوا فانكشن خاصه بالترانسليشن لل mRNA. نكمل كده. Sweeting was told that the actual length of the cell structure is 5 micrometer. الاكشوال يعني ايه؟ وهنا اليونت مايكرومتر. The student was asked to state an equation that can be used to calculate the magnification، يبقى هو هنا طالب M، of an electromicrograph of the cell structure. The student used some of the letters Q to U in the equation. Q the length of the cell structure image on the micrograph in centimeters. R the length of the cell structure image on the micrograph in millimeters. يبقى مره هنا بالسنتيمتر ومره ثانيه ممكن تكون بالمليمتر. طيب وبعدين S equal 1000 هو استخدم سامبلز تمام كده هو حر، و T 1 over 5 وال U 5 بس. Which is the correct equation to calculate magnification؟ طيب ما انا حافظ تراينجل برضه مشهور اهو. سوري ترينجل مشهور عبارة عن ايه؟ ترينجل عبارة عن زي ما اتفقنا I am، ادي I و M. اوكي طب هو عاوز magnification يبقى M equal ايه يا شباب؟ M equal I image over actual. طب تعالوا بينا كده خطوة بخطوة. الامج عندك فين؟ الامج الاكشن موجود لكن فين الامج؟ طب الامج دي هتقيسها بايه؟ تقيسها بالسنتيمتر ممكن، ها الامج تقيسها بالمليمتر ممكن في الحقيقه. طيب لكن في هنا نمبر اسمه 1000، ايه العلاقه؟ هل ينفع لو انا اقيس بالسنتيمتر استعمل ال 1000 عشان احولها للمايكرومتر؟ ما ينفعش. طب تعالوا بينا نشوف الداتا اللي عندك. هنا 5 مايكرومتر ده الاكشوال، فوق الاي يا ترى تستعمل سنتيمتر بعد كده ملتبلاي ايه؟ 10 to the power 4 ولا تستعمل مليمتر؟ ها اعتقد نستعمل مليمتر. طب ايه السمبل اللي اعطاه لللاين ده كله؟ اعطاه له سمبل ار، يبقى الار هنا اهوت اكتب ار كامله كده بالمليمتر سبسكريبشن. اوكي سبسكريبت للار، يبقى الار اسهب المليمتر اهو. طيب وبعدين هحولها ازاي المايكرومتر؟ باي ملتبلاينج 10 تو ذا باور 3 اهي. طب 10 تو ذا باور 3 مش هي ال 1000؟ هي الاس، يبقى اس اس دي اس يا اولاد. طب وبعدين ها
واضح جدا حاجه مهمه قوي. دي 5 خد بالك الاس دي حولت لي المليمتر انتو مايكروميتر، يبقى المايكروميتر يظهر هنا. طب المايكروميتر ده اقدر اكنسله مع اللي تحت ده؟ اقدر جدا. بصوا يا شباب ما هي اكنسله ازاي؟ ادي بن اخر اشيل ده مع ده خلاص، يبقى ار اس اوفر 5. طب ايه رايك 1 اوفر 5 دي؟ دي كانها 1 صح كده؟ 1 ما فيش حاجه، يبقى 1 اوفر 5 مش 1 اوفر 5 هو واخدها كده اهوت عنده كسمبل، 1 اوفر 5 هي تي خلاص. يبقى تي تايم ار تايم اس، يبقى الماجنيفيكيشن ايكوال تي تايم ار تايمز ار تايمز اي اس. فين الانسر اللي بتقول الكلام ده؟ تي تايمز ار تايمز اس دي. اوكي ببساطة تعالوا بينا نكمل. Which features of cilia and root hairs are correct؟ يا ترى مين فيهم increase cell surface area؟ انا واضح ان السيليا، تعالوا نشوف الصور الاول حكي عنها. The root hair cell اهي هي عبارة عن extension من epidermal cells of root certain part of root صح كده؟ دي منطقة الابسوربشن اللي فيها روت هير سيلز. طيب يا ترى الروت هير سيلز دي تمثل ايه بالنسبة لنا؟ اكستنشن من السيل ممبرين، اكستنشن اوتسايد اي اوت جروث، اكستنشن من السيل سيرفيس ممبرين للابيدرمال روت سيلز. اوكي حلو قوي، ادي الاكستنشن للروت هير سيلز. اي اكستنشن للممبرين يبقى انكريز سيرفيس اري، انكريز ايه؟ سيرفيس اري صح كده؟ طب ليه؟ انتوا عارفين الروت هير سيلز needed for absorption of water by osmosis. طيب زاد السيرفيس اريا يبقى مور اوسموسيس. طيب بس كده؟ ولا كمان absorption of minerals. طب المينرالز ازاي passes through root hair cells؟ طريقتين، by diffusion دي passively و by active transport دي active transport، محتاجه بروتين كارير. موجوده فين البروتين كاري على الممبرين؟ طب كل ما تولي الممبرين ده كل ما كان في كاريير بروتينز اكتر مور اند مور، يبقى مور افيشنت تو ابسورب مينرال. يبقى انا في الحقيقه روت هير سيلز انا محتاجها كاكستنشنز تو انكريز سيرفيس اريا. يبقى مين اللي انكريز سيرفيس؟ انكريز سيل سيرفيس اريا، الاكستنشنز الخاصه بالروت هير سيلز. طب السيليا ما تنفعش؟ تعالوا بينا نكمل نشوف كده. السيليا اهي قدامك، السيليا مش اوت جروف، لا ده عباره عن ستراكشرز ليها هنا دوتس موجوده اسمها بيسال بادي. بيسال بادي، البيسال بادي دي هي الاوريجن بتاع كل سيليوم، اوريجن بتاع كل سيليوم. هل ده اكستنشن سيل ممبرين؟ لا، امال ايه؟ ده ستراكشر. ستراكشر اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه سيليوم. طب جروب منها اسمه سيليا. طب هل السيليا دي بتزود السيرفيس اريا؟ طب انا هعمل سيرفيس اريا اعمل بيها ايه؟ لا ده هي سيليا فور موشن، فيها مايكرو تبيول اليمنتس او ستراكشرز بتعمل وافتنج، بتعمل موفنج للميوكس الموجود على التراكيا او برونكس. يبقى مالهاش علاقه بالانكريز ان سيرفيس اريا، امال ليها علاقه بايه؟ الوافتنج والموفمنت. يبقى دي ما تنفعش انها تبقى انكريزنج. طيب cannot be resolved with the light microscope. دي اللايت مايكروسكوب اهو قدامنا، ده لايت مايكروسكوب على فكره يا اولاد. الايمج دي بص كده، الايمج دي لايت مايكروسكوب، مش قادر اعبر عنها بالعافيه، شايفها بالعافيه شايفها، وده هاي كواليفايد كمان لايت مايكروسكوب. ايه ده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه السيليوم او السيليا cannot be resolved by a by light microscope. وما resolved ازاي؟ by electron microscope. لو بصينا كده يبقى هنا هو cannot be resolved دي السيليا cannot be resolved، لكن structure root hair cells لا تبان بينك ده. اي كمان اقدر اشوف الروت هير سيلز كده. طيب contain vacuoles، معروف الفاكيولز دي موجوده في البلانت سيلز، يبقى في روت هير سيلز. اوكي ليه تعليق طبعا على الفاكيولز؟
بقول عليها permanent large vacuole ده في حالة البلان سيلز. في حالة الانيمال سيلز في vacuoles لكن بسميهاش كده. امال بسميها ايه؟ بسميها vesicles. والفيسكلز دي تبقى سمول وميني وتمبرري تختفي ويظهر مكانها زي الفيسكلز الخاصة بجولجي. نكمل كده مع بعض. More than one present on a cell. ايه ده؟ السيل الواحدة كاري دي ايه؟ كاري كتير ميني. دي السيليا فعلا كاري ميني. لكن هنا كل ابيديرمال سيل تقدر تطلع طبعا مش كلهم بيطلعوا يا اولاد، مش كل الابيديرمال سيلز بتطلع روتير سيلز. في منطقه الابسوربشن مش كل الابيديرمال سيلز دي بتطلع روتير سيلز، لكن ممكن بعضها يطلع روتير سيلز. كم روتير سيل بير ابيديرمال سيل 1 مش مين؟ واضحه؟ ادي فكره السؤال. يبقى الانسر سي. نكمل كده مع بعض. Which are functions of microtubules allow movement of cilia in bronchus? Microtubules, نفتكر كده microtubules allow movement of cilia in bronchus. Bronchus أو bronchi أو اللي هي plural بتاعها bronchi أو bronchi. وكمان نقدر نقول trachea فيها cilia برضه. Ciliated epithelial cells. Attachment of centromeres during metaphase. Moving secretory vesicles around the cell. يا ترى ايه الانسر؟ هفكركم بالمايكروتوبيولز. يا ترى من ناحيه السيليا لو بصينا كده على سيليتد انيمال زي ده. سيليتد انيمال مليان سيليا زي ما شايفين فور موشن. ده بروتيستا وليه سيليا كتير قوي. طيب لو قطعت السيليا من الواحد يبان لك الشكل ده. ده سيليا في الكروس سيكشن بتاعه. لو قطعت تحت ده عند البيسل ايه؟ بيسل بدل اللي احنا قلنا عليه في السؤال اللي فات. اوريجن ستراكشر موجود في السيل ممبرين. ده الاوريجن بتاع كل سيليام. لما اقطع هنا يبان لك الشكل ده عباره عن مايكروتوبيولز زي ما انت شايف كده. ده كروس سكشن بتاعها. وفوق هنا مايكروتوبيولز بالاضافه لتو مايكروتوبيولز السنتر. 9 تريبلتس بلس 2. هنا 9 تريبلتس بس مش مهم الارقام دلوقتي. طب تعالوا بينا نشوف ده اذا كان سيليتد. طب ايه رايكم السيليوم الاستراكشر بتاعه لوكس لايك الاستراكشر بتاع الفلاجيلم. ده فلاجيليتد اي اورجانيزم يوكلينا ليها فلاجيلم زي ما شايفين كده. يا ترى ليها نفس الاستراكشر فلاجيلم نفس الاستراكشر. فين البيسال بادي اهو خارج منين؟ من السيل سيرفيس ممبرين. بلازما ممبرين الاوريجن بتاعها البيسل بادي. الاوريجن بتاع الفلاجيلم البيسل بادي. اكستنشن بتاعه لبره فلاجيلم. يبقى كان البيسل بادي هو الاوريجن بتاع الفلاجيلم. ممكن يبقى الاوريجن بتاع السيليوم لو كان سيليتد انيمال او سيليتد سيل. واضحه؟ طيب في كل الاحوال المايكروتوبيولز موجوده سواء سيليوم او فلاجيلم فور موفمنت. ايه تاني في المايكروتوبيولز؟ بص كده المايكروتوبيولز بتعمل ايه؟ The microtubules needed وقت cell division سواء mitotic cell division او meiotic cell division سواء meiosis او mitosis. بتعمل attachment للكينيتوكور بتاع اللي هو لازق في السنترومير علشان separate the sister chromatids وقت ال وقت ال ال meiotic sorry mitotic division أو سيبريت السيستر كروموس الهومولوجس كروموسومز وقت إيه؟ وقت المايوتيك ديفيجن. مايوتيك ديفيجن. ده كده؟ طيب يبقى ليه دور في السيل ديفيجن. وقت السيل ديفيجن محتاجين أوكي؟ محتاجين إيه؟ محتاجين سبندل فايبر اللي هي تمثل مايكروتوبيولز. مصنوعة من إيه؟ من بروتين اسمه تيوبيولين. تيوبيولين يقدر يعمل إيه؟ ستريتش وريتراكت. Stretch to retract and so on. عشان كده بيساعد على alignments of chromosomes at equator وقت الميتافيس أو وقت الأنافيس بيعمل إيه؟ Constrict ويقدر يعمل shortening ويعمل moving لل sister chromatids away from each other. يبقى دي function تاني. نكمل كده. بص يا ولاد معايا microtubules فين كمان؟ أهي
كل تيوب لايك ستريشز موجوده في السيل دي تمثل ايه؟ تمثل سايتوسكلتون. ايه سايتوسكلتون؟ يدي سبورت. حتى الانيمال سيل ليها سبورت، ملهاش اصل وور لكن سبورتد، ليها شيب مش ديفينيت في الحقيقه لكن هو فلكسبل شويه بسبب ان ملهاش سيل وور، لكن عندها مايكرو تيوبولز. مايكرو تيوبولز سايتوسكلتون، وبيحصل سلايدنج سكيبنج للاورجانيلز والفيسكلز اللي هي بتتحرك داخل السيل. يعني مش بتتحرك كده بس في سوليوشن وخلاص، لا ده بتتحرك محتاجه انرجي من الميتوكوندريا تعمل سلايدنج. الفيسكل بتتحرك، الاورجانيلز بتتحرك، ده كله انرجايز، ده جزء من مصروف الاي تي بي الخاص بالسيل. الاكسوسايتوسيس وقت ما بيحصل ريليز لانزيم او هرمون تو اوتسايد السيل، طبعا محتاجين انرجي علشان سلايدنج اوفر مين السيتوسكيلتون. مصنوع ايه السيتوسكيلتون؟ واحد من مكونات السيتوسكيلتون هو المايكرو تيوبولز. في كتابك عندك انواع اخرى من السيتوسكيلتون اسمها انترميديت فيلمنتس، اللي هي الشكل ده انترميديت فيلمنتس، وكمان مايكرو فيلمنتس لكن مش مذكور ديسكشن عليها، المذكور عندنا مايكرو تيوبولز بس. اوكي طب ده جزء، تعال نكمل كده الجزء الثاني. بص كده اهو شايف الشكل، سايتوسكيلتون برضه سايتوسكيلتون اهو، شايفين الاورجانيل شكل ازاي؟ طبعا انت ما شفتش الفيسكل هي بتتحرك، طبعا لما تاخد الاي تي بي من الميتوكوندريا بتتحرك بيها على مايكرو تيوبولز. بص بقى المايكرو تيوبولز خدناه، مايكرو تيوبولز عباره عن تيوبولين سب يونتس الفا وبيتا تيوبولين شاكين مع بعض في بروتوفيلمنتس، و13 من البروتوفيلمنتس دول يمثلوا الفيلمنت الموجود او المايكرو تيوبيول الواحد. المايكرو تيوبيول ده لو خدت كروس سكشن هتلاقيه 25 نانومتر. الرقم ده مش للحفظ لكن عاوز اقول لكم في الكروس سكشن ده يبان لك بشكل سيركل، يا دوبك يبان بالالكترومايكروسكوب. الكترومايكروسكوب يا اولاد، الكترومايكروسكوب زيه زي رايبوسومز، حتى رايبوسوم تقريبا ممكن تبقى 25 نانومتر في الدايمتر بتاع الرايبوسومز الخاصه بالرايبوسومز من تايمس اوف ذا لايف. طيب بالمره كده الرايبوسومز نون ميمبرينس ستراكشر، كمان المايكرو تيوبولز تعتبر نون ميمبرينس ستراكشر داخل السيل، داخل السيل. اوكي طيب السؤال عشان تهنا، السؤال فين؟ فين السؤال؟ نرجع تاني كده. بص السؤال فين اهو. Which are functions of microtubules allowing movement of cilia in bronchus? Yes, right. Attachment of centromeres during metaphase, طبعا. And moving secretory vesicles around the cell, طبعا انت وبتحل cytoskeleton. Cytoskeleton مش for support بس. بعتبرها سكيلتون، امال فور ايه كمان؟ فور موفمنت اوف سكريتوري فيسكلز اند اورجانيلز. الميتوكوندريا مش ريجيد، مش ثابته مكانها. الجولجي مش ريجيد ثابت مكانه. في يا اولاد انيميشن. الانيميشن دي محتاجه بعضها اكتفلي محتاج اي تي بي عن طريق الميتوكوندريا طبعا. طيب يبقى الانسر 1 و 2 و 3 مع بعض. يبقى الانسر ايه؟ نكمل كده مع بعض. Some cell structures are listed: mitochondria, nucleus, chloroplast, ribosomes. What is the correct order of the cell structures when listed from largest to smallest? Largest to smallest. ترى في illustration في. بص يا شباب معايا. لو انا بصيت كده هو في المنظر ده قبل ما نجاوب، انا مش عاوز اجاوبه خلاص. احنا مش بنشتغل تكوين وخلاص كده. مش هنحفظ السؤال. في حاجة يشرفك مين largest ومين smallest. في حاجة يا أولاد أسئلة بتيجي ليها مقدمة كده زي باراجراف كامل تقعد تقرا فيه وفي الآخر يقول لك بلت 1 وبلت 2 and so on. أكيد مرت بيكم. في طبعا في حاجة اسمها self fractionation، آخد تيشو تان كده وأعمل منه هوموجينيت، أعمل له grind، اعمله زي بلندنج، اطحنه وفي الاخر يدي هوموجينيت. ايه ده؟
السيل اللي موجوده دي كلها في بعضها فرقع حصل له بيرسينج. طبعا بنستعمل كيميكالز من سوليوشن ايستونيك سوليوشنز او زي مثلا هايبوتونيك سوليوشنز عشان تساعدني في جرايند وعشان ريليز اوف كونتنت اوف ذا سيل على حسب انا عاوز ادرس ايه. في الاخر الهوموجينيت ده احطه في تيست تيوب زي كده اهو واحركه في سنتريفيوج اعمل سيبريشن. سنتريفيوج عباره عن موتور الاكسس بتاعه فيرتيكلي وبيتحرك تاني كده يتحرك فيرتيكلي ويعمل ايه يعمل سيدمنت. السيدمنتس دي تدي لك بلت التقيل ينزل في الاول الهيفيست بارتكلز او ستراكشرز يحصل لها برسبتيشن في الاول. اول برسبتيشن نيوكليي والهول سيلز ادي هول سيلز ونيوكليي بعدها ده بلت 1. بعض السيلز ما حصلهاش جراند ولا حاجه نزلت باكمل. طب وبعدين لو انا اخدت سوبر نيتنت الجزء اللي فوق ده اسمه سوبر نيتنت وحطيته في تيست تيوب ثانيه وعملت له سنتريفيجيشن بميديوم سبيد فور مور تايم في سنتريفيوج يحصل برضه سيجمنتيشن يطلع لك بلت 2. بلت 2 تطلع لك كلوروبلاست لو كانت دي بلانت سيل. طب نفترض التيشو اللي انت واخده بتاع انيمال يبقى ما فيش كلوروبلاست هيبقى ميتوكوندريا. يبقى اللي يجي بعد النيوكليي ميتوكوندريا لو كانت انيمال سيل. طب لو كانت بلانت سيل نيوكليي بعد كده كلوروبلاست. طب فين الميتوكوندريا بعدهم؟ نمبر 3 صح كده؟ لو كانت ايه بلانت سيل. نيجي بعد كده ناخد سوبر نيتنت ونعمله برضه سنتريفيجيشن فور مور سبيد ومور تايم يدي لك بلت 3. بلت 3 حاجه اصغر من الميتوكوندريا تبقى ايه لايسوسومز. طيب اخدت السوبر نيتنت يبقى الحاجات اللي هي لايتست قوي 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 محتاجه بقى صبر طويل مور تايم بفيري هاي سبيد ويحصل سيجمنتيشن. سيجمنتيشن ده يطلع لك بلت 4. بلت 4 عباره عن رايبوسومز اللي هي ممكن مايكرو تيوبولز او ممكن مايكرو تيوبولز لان برضه هي سمولست. طب ايه كمان يا اولاد؟ اقول لكم على حاجه كمان. اقول لكم ممكن لو كانت السيلز دي انفكتد بفيروس فيروسز ممكن اخد سوبر نيت البلت الاقي فيها الفيروس موجود. حاجات من التايمست ستراكشرز اللي ممكن الاقيها في بلت 4 رايبوسومز بلس ممكن فيروسز. فهمنا القصه؟ طيب نرجع للسؤال. يبقى عرفنا الفراكشنيشن ايه لازمته وبعمل سيبريشن للاورجانيلز الخاصه بالسيل ستراكشر. طيب الترتيب بتاعي مين اللارجست نيوكليوس؟ كلوروبلاست ميتوكوندريا رايبوسومز رايبوسومز. الترتيب ده تبقى من فضلك حافظه كستراكشرز. طيب تعالى بينا نشوف لسه ما زال السؤال متعلق. ها some cell structure are listed ميتوكوندريا nucleus, chloroplast, ribosomes. What is the correct order of the cells? Cell structures when listed from largest to smallest. تعالوا بينا نعمل numbering كده. مين largest؟ اتفقنا مين؟ nucleus number one. يبقى هنا الترتيب المنطقي G number one بالنسبة لنا. nucleus G number one. طيب number two chloroplast. chloroplast تيجي في المرتبة الثانية. يعني كده يبقى 1 نيوكليوس بعد كده كلوروبلاست بعد كده مين يا اولاد؟ ميتوكوندريا تاخد نمبر 3. يعني كده؟ طب وبعد كده ها رايبوسومز تاخد نمبر 4. يبقى الترتيب بتاعي هو عباره نيوكليوس نيوكليوس نمبر 2 في السؤال اهي تنفع دي تنفع دي. طيب بعد كده 2 عندك مين؟ كلوروبلاست تاخد نمبر 3 يبقى هنا هو 3 تمشي. طب وبعد كده مين بعدهم؟ بعدهم نمبر ثالث واحد بعد كلوروبلاست ميتوكوندريا واخده نمبر 1 ادي ميتوكوندريا وادي نمبر 4 رايبوسومز. يبقى الانسر بي. نقوله مره ثاني نيوكليس كلوروبلاست ميتوكوندريا رايبوسومز. اوكي نيجي السؤال اللي بعديه. Which cell structures have ribosomal RNA? RRNA. Chloroplast, mitochondrial nucleus, rough endoplasmic reticulum. أنا مش فاكر. تعالوا بينا نشوف.
And في ribosomes. طالما ribosomes contain ribosomes يبقى عندها ribosomal. تركيبة الريبوسوم إيه هي؟ بروتين. بروتين يا أولاد. بروتين بلس RNA. طب دي موجودة فين؟ في كلوروبلاست. يبقى كلوروبلاست تنفع. مين تاني؟ بص كده. في ريبوسومز أو في ريبوسومز برضو بروتين و RNA. تمام. طب النيوكليوس بتاعت السل فين؟ أهي. النيوكليوس فيها إيه؟ نيوكليولوس. ده مكان الفاكتوري اللي بيصنع الريبوسومز هنا، فلازم أكيد أكيد RRNA موجود. تمام كده؟ طيب الريبوسومز بعد ما صنعت في النيوكليولس تفضل جوه؟ لا، تخرج لبره. خدوا بالكم يا أولاد، كل معلومة عليها أسئلة فيما بعد. الريبوسومز أماكن وجودها بالإضافة للأورجانيل الكلوروبلاست والميتوكوندريا، لا إما باوند مع الرف إندوبلازميك ريتيكولم من بره، لما تبقى فري ان سيتوبلازم. كده معناه ممكن الاقي نيوكليك اسيد في السيتوبلازم في الاماكن اللي فيها ايه؟ ريبوسومز فري ان سيتوبلازم. واضحه؟ في سؤال كده هيقابلكم قريب ان شاء الله. طيب يبقى الانسر بعد كده تبقى ايه؟ 1 و 2 و 3 و 4 كلهم عندهم ايه يا اولاد؟ عندهم الار ار ان اي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعديه: cell structure in the macrophage destroys bacteria. Some bacteria stop the cell structure from functioning. Macrophage معروف انها بتدور على دبرس، مثلا لو كان جوه مثلا alveoli بتعمل migrate وبتعمل بتبقى wandering داخل ال alveolar wall from inside، وتاكل اي فتافيت particulate من الكربون من الدست، ممكن تاكل بكتيريا. طيب some bacteria stop the cell structure from functioning. احيانا بعض البكتيريا رخمه شويه واجريسيف، تقدر تعمل resist للاكشن اوف macrophage. طيب which cell structure is macrophage is stopped from functioning by bacteria؟ الاول ناخد successful macrophage انها تعمل killing البكتيريا. لو كانت البكتيريا دي weak enough أو affected by structures inside the macrophage. يا ترى any structure involved في killing of bacteria. بصوا كده الفيديو الصغير ده. دي يا ولادي سوري. طبعا واضح ان الانزيم secreted from ribosomes بعد كده transport vesicle into Golgi، من Golgi وصلت معايا. اوكي انا استنيت، انا اعتقد مش هعمل شير للساوند ميبي، لكن اقدر اقول لكم في الريبوسومز اللي هي باوند مع رف اندوبلازميك ريتيكولم سينثسايز البروتين اللي هو في شكل انزيم سبيسيفيك هيدروليتيك انزيم. طبعا الانزيمز مش هتبقى فري مولكيولز ان سيتوبلازم، لان دي هيدروليتيك انزيمز ممكن تعمل دامج للسيل ستراكشرز الانترنال سيل ستراكشرز، وبالتالي لازم تكون باوند بممبرين ستراكشر في شكل ترانسبورت فيسكل.
لسه محتاجين modification. محتاجين modification. The transport vesicle passes through space ما بين ال rough endoplasmic reticulum و Golgi apparatus يحصل fusion وبعد fusion extra modification inside cisternae of Golgi apparatus بعد كده في bud off لل ends الخاصة بال extensions بتاعت ال cisternae يحصل bud off في شكل vesicles. The vesicles دي containing the hydrolytic enzyme بشكل lysosome. اللايسوم compared مع الميتوكوندري هي أصغر في السايز لكنها containing hydrolytic enzymes. واحدة من أهم الفانكشنز لو في بكتيريا جت من السيل سيرفيس ممبرين دلوقتي وعملت endocytosis دخلت يا أهلا وسهلا طالما عندي لايسومز زي الوايت بلاد سيلز مثلا زي الفاجوسايت هي أو الماكروفيج أو النيوتروفيلز أو المونوسايتس كل دي تعتبر ديفنس وايت بلاد سيلز كلها عندها a lot of a lysosomes. Lysosomes دي containing hydrolytic enzymes تقابل البكتيريوم داخل الفيسكل عشان كده تكون فاجو لايسوسوم فاجوسوم او فاجو لايسوسوم كومباينيشن وفي الاخر يحصل ديجريد للبكتيريوم يبقى المسؤول عن الكيلينج اوف بكتيريا داخل الفاجوسايت هي اللايسوسومز. في معلومة بس هقولها حاجة صغيرة هتقابلكم في أسئلة بعد كده إنه اللايسومز مش قاصرة على الأنيمال سيلز اللايسومز موجودة في البلانت سيلز موجودة في البلانت سيلز إيه دورها؟ ديفنس لأنه برضه البلانت subjected to bacterial infections fungal infections viral infections فلازم ربنا خلق لها ديفنس ميكانيزم في شكل اللايسومز في اللايسومز أه في لكن طبعا more prominent فين في الانيمال سيلز وفيمس او فاميليار اكتر بالنسبه لنا في الانيمال سيلز لكن هيقابلكم سؤال اللايسومز موجوده في البلانت او موجوده في البلانت لو اخترت غير كده هتخسر مارك. المهم اللي عاوز اقول عليه اللايسوم طب نفترض بقى البكتيريوم دي كانت اجريسيف ودخلت وعملت ديسفانكشننج لللايسوم يبقى الاستراكشر اللي حصله ديسفانكشننج هو اللايسوسوم. طب لو كانت الماكروفيج سكسسفول انها تعمل كلمه بكتيريا برضه اللايسوم هو اللي كان ايبل تو هيدرولايز كل السيل ستراكشر بكتيريا سيل ستراكشر ويعمل ديكي او يعمل كيلينج للبكتيريا. اوكي في فانكشن ثانيه قابلتنا في اللايسوم ان اللايسوم ليه رول ثاني بيعمل ايه؟ يعمل دامج الورن اوت اورجانيلز يعني مثلا سينايل ميتوكوندريا ممكن يعمل لها اي دي كي ازاي؟ ميتوكوندريا خلاص بقت عندها ديسفانكشن سينايل عجوزه مش قادره تعمل ايروبيك ريسبيريشن نتخلص منها تقولي طبعا نتخلص منها في غيرها يطلع في ميتوكوندريا عندها اتس اون دي ان اي تقدر تعمل باينري فيشن لنفسها زيها زي البكتيريوم بالظبط باينري فيشن وتقدر تزيد في العدد تاني فما تقولش اهم النمبر اللايسومز تخلصنا من السنايل اورجانيلز الورن اوت اورجانيلز بالاضافه ديفنس اجينست ميكروب زي البكتيريا ده نورمال فانكشن بتاعها نكمل كده مع بعض. The actual length of the cell structure is 8 micrometer which steps are used to calculate magnification of any electron micrograph of the cell structure. Step 1 measure the length of the cell structure image on micrograph in centimeters. ممكن اشوف الامج بالسنتيمتر. طيب وبعد كده ممكن measure the length of the cell structure image on micrograph in millimeter. اه طبعا ممكن هنا بالمليمتر اوكي بالسنتيمتر اتس اوكي. يا ترى divide by the image by 1000 ولا multiply the image by 1000 then divide by 8 هو الرول بيقول ايه؟ نفتكر الرول مع بعض ها نفتكر الرول كان هنا هو همسح الرايتنج ده يا اولاد يعني لكم سيبها بس كده ها نعيد تاني الجزئيه دي اهي ادي البندت يعني فين 8 مايكرومتر ده الاكشوال ده 8 مايكرومتر صح كده؟ طيب قال لك هنا اهوت اقدر اقيس الايمج بسنتيمتر او ممكن بس في الحقيقه مليمتر افضل. طيب وبعدين ايه العلاقه ما بين ستيبس
ايه العلاقه ما بين المايكرومتر والمليمتر؟ هي علاقه 1000. طب ايه العلاقه ما بين السنتيمتر والمايكرومتر؟ لا مش 1000 خالص. طيب يا ترى من المليمتر للمايكرومتر اعمل ايه؟ اعمل ملتبلاي 1000 ملتبلاي 1000 عشان نكونفرت اليونت. يبقى اكيد اكيد ملتبلاي ذا ايمج لينث بعد ما قسته بالمليمتر اعمل له ملتبلاي باي 1000. يبقى ستيب 4 معانا وستيب 2 معانا. يبقى اخذت انا الايمج سايز اخذته بالمليمتر بالرولر بتاعتك وبعد كده ملتبلاي ذا ايمج لينث باي 1000. طب وبعد كده الرول بيقول لك ايه؟ الرول بيقول كده عشان نشوف ماجنيفيكيشن ام equal I over A. خلاص ال A كان بال 8 micrometer. 8 ال A هي 8 micrometer وفوق كان بالمليمتر وبعد كده عملت له conversion ان انا عملت multiply A 1000 اهي 1000 بقت micrometer. الحمد لله دي اختفت خلاص ملهاش وجود. micrometer تشيل مع micrometer يبقى اعمل divide by 8 يبقى divide by 8 يبقى step 5 معايا. يبقى ايه الستبس اللي انت محتاجها في الرول دي؟ 2 و4 و5. فين 2 و4 و5؟ ادي 2 وادي 4 وادي 5 يبقى الليتر دي. اوكي نكمل كده مع بعض. طبعا الريليشن شيب زي ما انت تفتكر معايا السنتيمتر علشان احوله للمليمتر يبقى ملتبلاي 10. طبعا سنتيمتر لارج يونت مليمتر سمول. من لارج لسمول بعمل ملتبلاي ملتبلاي. الكبير بيضرب الصغير. كبير سنتيمتر بيضرب المليمتر باي 10. المليمتر للمايكرومتر تايمز 10 تو ذا باور 3. مايكرومتر تو نانومتر تايمز 10 تو ذا باور 3 ملتبلاي. طب لو حبيت تعمل العكس اعمل ديفيجن لنفس النمبر. من نانو للمايكرومتر ديفايد 1000. من مايكرومتر للمليمتر ديفايد 1000. من مليمتر لسنتيمتر ديفايد 10. ديفايد ايه تاني؟ انت طبعا عارف الكلام ده اشطر مني في الكلام ده. تعالوا بينا نكمل. What is the typical resolution of microscope using daylight as light source with 10x piece lens and 40x objective lens? Typical resolution daylight هو daylight ده عباره عن ايه؟ في الفيزيكس علمونا ان daylight هو الفيزيبل لايت. فيزيبل لايت انسيرتد within many waves. كل الويفز دي اسمها لايت سبيكترم. لايت سبيكترم في جزء منه فيزيبل بس والباقي نون فيزيبل. الانفراريد نون فيزيبل واليو في نون فيزيبل ورايت وليفت برضه نون فيزيبل. طيب ايه العلاقه ما بين الريزوليوشن وما بين اللايت؟ اللايت اللي هو دي لايت اللي هو النورمال لايت بتاعنا كومبلكس لايت اللي هو 7 كلرز اللي هو الرينج باف. ايه العلاقه؟ طبعا ال 400 نانومتر 700 نانومتر ده الويف لينسز بتاعت الانفيزبل لايت بس. انا لو عندي مايكروسكوب وجبت لينس وفوق اللينس حطيت فلتر خليت لايت يعدي من الفلتر لونه فايلوت او بلو او درجات البلو ده بيحقق لك اعلى ريزوليوشن. يبقى الماكسيمم ريزوليوشن يتحقق امتى؟ يتحقق لما استعمل حاجه في المنطقه اللفت دي اللي هي منطقه الشباب بف بف اللي هي بلو والاند بول فايلوت. ماشي؟ طب لو عاوز تعمل ريزوليوشن اي كلام استعمل الحاجات اللي هي الاورنج واليلو والريد والحاجات دي الجيم. ليه؟ لان في علاقه ما بين الريزوليوشن يا اولاد. ريزوليوشن equal ال half with a lens. half a wave lens. wave lens. طب اذا كان ال wave lens اللي انت استعملته بتاع ال violet 400 نانومتر طب ال half بتاعه يبقى equal a 1 half ال 400 equal 200 نانومتر. اوكي؟ well answer اكيد دي. اوكي؟ لو عامل عاوز تعمل امبروفمنت للميكروسكوب بتاعك استعمل لينس واستعمل فلتر بالدرجات الالوان اللي هي تقلل لك من الويف لينس بتاع الكلر.
الناحية كده بنقلل الانفلونس، الناحية دي بنزود الانفلونس. خدوا بالكم آخر حاجة ريليشن شيب ريزولفينج باور مايكروسكوبي انكريزنج مع ديكريزنج اوف اي ويفلنس. طبعا كومبيرد مع الالكترون مايكروسكوب، الالكترونز ليها شورت تيست ويفلنسز وبالتالي ماكسيمم ريزوليوشن ماكسيمم ريزولفينج باور. اوكي الانسر هنا دي خلاص. تعالوا نكمل. Two different types of cells, B and Q, were broken up using ultrasound and their contents analyzed. Both types of cell contain small circular DNA. The circular DNA from B all carried the same base sequence, but those from Q were of two types with different base sequence. عندك سيل بي وسيل كيو. السؤال ده حلو قوي. في مخ شغال بيقول لك سيل عملنا فراكشنيشن بس عن طريق الالترا ساوند، يعني عملنا دامج للسيل ستراكشر. انا مش عارف السيل بي اسمها ايه والسيل كيو اسمها ايه، لكن من خلال السيركولار دي ان ايه اقدر اعرف السيل دي. طب السيركولار دي ان ايه موجود فين؟ هنا كي بتاعت السؤال هي السيركولار دي ان ايه. الاقيه فين وفين؟ الاقيه في الميتوكوندريا كلوروبلاست. ميتوكوندريا كلوروبلاست، الميتوكوندريا اهي فيها سيركولار دي ان ايه، وكلوروبلاست اهي فيها سيركولار دي ان ايه. حلو قوي. طيب لسه ما عرفناش الانسر. لما يكون عملت انت هوموجينيت لسل فيها ميتوكوندريا، ميتوكوندريا بس، يبقى السيل دي ممكن تبقى انيمال سيل او ممكن تبقى دي، ممكن تبقى دي او ممكن دي. طب ممكن تبقى ماتشور ريد بلاد سيلز اصلا ما عندهاش اورجانلز، يبقى سي كانسلت مش معانا خالص. طيب ممكن تبقى روت كورتيكال سيل، طبعا طالما سيلز يبقى الاسباير والاسباير ايروكلي يبقى محتاجه ميتوكوندريا، يبقى البي ممكن تبقى هارت ماسلز فايبر، ممكن لينفوسايتس، ممكن روت كورتيكال سيلز، ممكن طب كيو كيو دي كيو. قال لك ان هوت كيو وير اوف تو تايبس، السيركل دي ان اي اوف تو تايبس. يعني ايه تو تايبس؟ اصل السيركل دي ان اي ده الموجود في كل الميتوكوندريا داخل السيل ايا كان اسمها من وان تايب، والسيركولار دي ان اي بتاع كلوروبلاست ايا كان كلوروبلاست واخده من انهي سيل، من البلانت فوتوسينثيتيك سيل برضه وان تايب. طب لما يكون ميكس اوف تو تايبز يبقى اكيد السيل دي كونتيننج كلوروبلاست بلس ميتوكوندريا. لما يكون فيها ميكس ما بين تو تايبز اوف سيركولار دي ان اي بديفرنت سيكونسز اوف دي ان اي بيس سيكونس، يبقى دي فوتوسينثيتيك سيل، يبقى تحتوي على الاثنين. فوتوسينثيتيك يعني عندها كلوروبلاست فور فوتوسينثيس، وعندها اكيد ميتوكوندريا عشان فور ريسبيريشن. طب انهي فيهم فوتوسينثيتيك من الاربعه دول؟ الكورتيكال سيل كيو قال لك فيها تو سيركولار تو تايبس اوف سيركولار دي ان اي، صح كده؟ سيركولار دي ان اي. طيب هي different sequences، يبقى دي اللي فيها ميتوكوندريا بلس اي كلوروبلاست، صح كده؟ ميتوكوندريا بلس اي كلوروبلاست. طب الروت كورتيكال سيل ده روت، هل محتاج كلوروبلاست في حاجه؟ طبعا لا، مش فوتوسينثيتيك. ماتيور ريد بلاد سيلز كونتامينيتد باي بكتيريا، ماشي ماتيور ريد بلاد سيل جواها بكتيريا او معاها بكتيريا. طيب الماتيور احنا قلناها قبل كده ما فيهاش نيوكليس وما فيهاش اورجانلز، هتجيب منين كلوروبلاست؟ ما فيهاش، يبقى ده اول سورس ضاع. طب البكتيريا اصلا عندها، هل عندها سيركولار دي ان اي؟ عندها سيركولار دي ان اي صحيح، لكنها وان تايب، لكنها وان تايب ما تنفعش، صح كده؟ يبقى كيو دي ما تنفعش تبقى بكتيريا، ما تنفعش تبقى لايند. طيب فلويم سيف تيوب اليمنت معروف انها هولو او معنى اصح فيها
rim of cytoplasm. وما فيش في في little organelles. Organelles دي تعتبر فيها ميتوكوندريا فيها، لكن هل فيها كلوروبلاست؟ لا طبعا، السورس الثاني مش موجود. الليف ميزوفيل سيلز، ميزوفيل. الميزوفيل سيلز فاكرينها طبعا، لا اما باليسيد لا اما سبونجي، فيها كلوروبلاست ولا ما فيهاش؟ فيها. والريسباير ولا مش ريسباير؟ ريسباير، يبقى عندها ميتوكوندريا كمان، يبقى عندها تو سورسز اوف دي ان اي سيكونسز بيس سيكونسز. يبقى الانسر ليف ميزوفيل سيل تمشي مع الروت كورتيكال سيل تمشي طبعا. مرتين البي فيها وان سورس اوف اي سيركولار دي ان اي، هي الميتوكوندريا فقط، ريسباير باي ميتوكوندريا، لكنها نوت فوتوسينثيتك. لكن كيو فيها الاثنين، ريسباير وفي نفس الوقت فوتوسينثيتك، فعندها تو different base sequence of DNA. Okay. السؤال اللي بعدي. Next. Which feature shown in the diagram can be present in viruses? بصي ولاد الفيروسز. افتكر كده صورة الكتاب بتاعنا بتاع ميري جونز. الفيروس عنده ايه؟ ممكن الفيروسز ممكن يبقى الجينوم بتاعها عبارة عن DNA. Right. ممكن بعض الفيروسز RNA. Right, زي AIDS ما عندوش DNA، عنده RNA، two copies من RNA، RNA و RNA، two strands ملهمش علاقة ببعض، two strands من ال RNA. ده جينوم، ده genetic material of AIDS، أو سوري مش AIDS، HIV virus. طيب بعد كده إيه الفيتشرز تانية للفيروسز؟ بروتين كود، بروتين كود أهو، بروتين كود، كل ده بروتين كود، كل الكابسومرز دي بروتين كود، outer بروتين كوت و inner protein كوت أو في الكوف بروتين كوف، صح كده؟ كوت. طيب يا ترى 70S ribosomes؟ طبعا لا، 70S ولا 80S ولا حاجة خالص ribosomes. أصلا الفيروسز acellular، يعني ايه acellular؟ ما عندهاش metabolism ولا Mrs. Grant خالص، ولا move ولا respire ولا excrete ولا feed، يعني nutrition ولا excrete، حاجة وحيدة بس يعمل replication. ده امتى؟ داخل الهوست سيل. طب داخل الهوست سيل مين هيصنع له بروتين؟ الهوست سيل نفسها هي اللي صنع له بروتين، يبقى هو مش محتاج 70S ribosomes، هو داخل كده فارد عضلاته ويعمل take over على nucleus of host cell، صح كده؟ وفي حالة take over السيل الهوست دي تقدر تصنع له البروتين كابسومرز ككوت، وصنع له ال RNA كجينيتك ماتيريال، ويحصل باكجينج وبعد كده بادينج اوف من الهوست سيل. وهو خارج ممكن يحتوي على ليبيد او فوسفوليبيد ممبرين من الهوست سيل، بالاضافه لجلايكوبروتينز، جلايكوبروتينز جي بي 41 وجي بي 120 دور ريسبتورز بيتعرف بيهم على التي هيلبر lymphocytes داخل الـ human body في specific recognition عن طريق glycoproteins. الخلاصة للسؤال هنا بقى ايه؟ طبعا 1 معانا و 2 معانا و 4 معانا، 1 و 2 و 4 يبقى الانسر B. اوكي؟ الانسر B. ليه ما عندوش 70S؟ ما عندوش 80S؟ لأنه مش بيعمل protein synthesis. أمال مين اللي صنع له بروتين ده؟ إن شاء الله صنعه له الـ host cell. الهوست ايه؟ سهل. اوكي؟ طيب نكمل كده مع بعض. Which combination of lenses for light microscope will give the greatest magnification? بص يا ولاد معايا، معروف magnification بتاعت اللايت مايكروسكوب لو انت عملت multiplication للاي بيس لينس تايمز اوبجيكتيف لينس يطلع 500 في الحاله دي. طب هنا 400. طب هنا 600. طب هنا كام يا ولاد؟ 1500 times the magnification بتاع الميكروسكوب لو انت استعملت لينسز مختلفه. طب وبعدين؟ قال لك which combination of lenses for light microscope will give greatest magnification؟ طبعا greatest magnification واضح الانسر دي. الانسر دي greatest magnification. اوكي؟ في سؤال اخر قريب منها ناخده المره الجايه ان شاء الله، هقول لكم الديفكت اللي فيه ايه. ده خلاص مش مهم دلوقتي.
بس هقولها دلوقتي اقولها بالمره. بص يا ولاد معايا، كل ما تستعمل، خدوا بالكم السؤال ممكن يختلف، لو قال لك جريتس ماجنيفيكيشن الانسر بتاعتنا دي اوكي، لكن لو قال لك جريتس نمبر اوف سيل سين، جريتس نمبر اوف سيل سين باي لايت مايكروسكوب، انهي لينسز استعملها عشان تو شو جريتس نمبر اوف سيلز؟ يا ترى اي ولا بي ولا سي ولا دي؟ لا، هنلاحظ ان الانسر تبقى دي لو كانت البوست تستعمل اللوست ماجنيفيكيشن. طب انت جايب الصوره دي علشان ايه؟ تورينا ايه يا مستر؟ تورينا الشكل ده. بص يا ولاد، ايه رايك؟ النمبر اوف سيلز لما استعمل 4x فلتكن دي مثلا سي ال، يعني هغير واحده في الاثنين، لا اما اوبجيكتيف لا اما في الغالب يعني هخليها دي الفور اللوست باور تمام كده، وخلي اللي هي الاي بيس لانس 10 زي ما احنا متعودين 10 تايم 40. مهم استعملت اوبجيكتيف 4x جريتست نمبر اوف سيلز. طب لو استعملت الاوبجيكتيف بتاعتك 10، واضح النمبر لنفس السلايد، النمبر هنا اقل. طب واضح هنا هوت اقل ما يمكن لما استعملت ماجنيفيكيشن 40x اوبجيكتيف لانس. عرفت السؤال امتى يتعكس؟ لما اقول لك، لما اقول لك جريتس ماجنيفيكيشن يبقى تشوف اعلى ماجنيفيكيشن اهو واضح. فاير مالتيبليكيشن بين. لما اقول لك جريتس نمبر اوف سيل سين يبقى تستعمل اللوست ماجنيفيكيشن اهو اللي هو ده جريتس نمبر اوف سيلز. استعملته مع مين؟ مع اللوست ماجنيفيكيشن. اتفقنا؟ زي انت بالطياره فوق تبص كده على المدينه باكملها. نم نم الشوارع من النمو خالص والبيوت من النمو خالص، كل ما تقرب ناحيه الجراوند بتاعت الايربورت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ابتدى الحاجه تظهر اكتر والناس تظهر اكتر بحجمها شبه الحقيقي. واضحه؟ ده معناها ايه؟ من فوق انت شايف كل المدينه من فوق، يعني مش قادر تكبر اكتر من كده فهتظهر لك كل المدينه كلها، لكن كل ما قربت ها كل ما قربت اكتر فوكس اكتر يبقى النمبر اوف سيلز يقل، عدد البيوت اللي هتشوفها تقل وعدد الاشخاص يقل، لكن مش كل المدينه هتشوفها، لكن ايه؟ لكن لارجر ماجنيفيكيشن معناها لارجر، لكن سمول نمبر اوف ايه؟ سيلز سين وقت الضروري. طيب نكمل كده مع بعض. The photograph shows some mesophyll tissue from dicotyledonous leaf. What is the magnification of photomicrograph؟ طبعا من السكيل بار، سكيل بار هنا اهوت، اقدر اشوف السكيل بار رسمته كام. انا كنت طابع الورقه، اشوف لكم الورقه بتاعتها كام. تمام اهي، تمثل السكيل بار 1.3 سنتيمتر. انا عندي كده في البرنت اوت 1.3 سنتيمتر السكيل بار. طيب اكشولي كام؟ 5 مايكرومتر، صح كده؟ يبقى ده دروينج اي واكشولي ايه، صح كده؟ طيب يا ترى ماجنيفيكيشن ام ايكوال اي اوفر ايه؟ ماجنيفيكيشن ايكوال الاي بكام يا اولاد؟ الاي تعتبر بالنسبه لنا 1.3 سنتيمتر. طيب الاي تمثل فين؟ الاي الاكشوال 5 مايكرومتر. السنتيمتر حوالي زي المايكرومتر تايمز 10 تو ذا باور 4 كده، صح كده؟ باور 4 تتحول ايه؟ مايكرومتر. ظهرت هنا المايكرومتر، اقدر اشطبها اقدر اكنسلها مع اللي تحت، خلاص اشتغل كانك بتشتغل فيزيكس بالظبط، كنسل دي مع دي والسنتيمتر خلاص اوريدي اتحول. طب بعد كده الرقم يطلع لك كام؟ هيطلع الانسر هنا هو، بس في الحقيقه طلع الانسر تقريبا 2400 بالكالكوليشن اللي حسبتها. هتقول لي ازاي بتطلع غلط؟ لا مش غلط، هو نتيجه البرنت اوت بيختلف عن الاكشوال كامبريدج اكزام، يعني في السكيل بس وقت البرنتنج، لكن هي الانسر هي دي. اوكي اتفقنا يا شباب؟ ما تخافش، كل الاسئله اللي فيها ماجنيفيكيشن انت وبتحل في الكلاسيفايد بتاعتك اللي انت طابعها او مشتريها، لو في ارقام مختلفه ده مش نتيجه خطا منك، لا نتيجه انه السكيل بتاع البرنتنج مختلف سنه. اوكي
Lysosomes vary in shape and size, making them difficult to identify. What describes lysosome? معروف يا أولاد أنا هراجع معاكم في الجزء ده الممبرينس ستراكشر. مين ليهم ممبرين؟ one ممبرين. Okay. مين ليهم دبل أو two ممبرين؟ مين ممبرينس أو نون ممبرينس؟ نون ممبرينس. نون ممبرينس. Okay. النون ممبرينس اتفقنا اللي هي سوري النون ممبرينس رايبوسومز رايبوسومز وكمان يا شباب وكمان المايكرو تشيبيولز مايكرو تشيبيولز اوكي طيب الدبل ممبرين نيوكليوس كده وغير النيوكليوس كمان نقدر نقول ميتوكوندريا ميتوكوندريا ممكن نقول كلوروبلاست كلوروبلاست طيب 1 ممبرين بس ينفع لايسوم لايسوم ممكن كمان اي ار سواء سموث او رف ده 1 ممبرين بس واخر حاجه جولجي ابريتس هو ايه نسبه الممبرين ستراكشرز زي فيها كيميكالز يعني الممبرين ستراكشر اورجانيلز بتعمل شيء اسمه compartmentalization division of labor تخلي كل organelle بيشتغل separately لكنه in coordination مع others اوكي تعمل division of labor مفيش interfere للكيمستري بتاعت السل على الاقل الصومز اللي هي containing hydrolytic enzymes ما بتعملش damage للسل organelles او السل structure على الاقل موديفيكيشن ما يتاثرش باي كيميكالز بره سواء في الاندوبلازم ريتيكولم اللي هي الرف او كمان سواء الجولجي ابريتس اوكي طيب تعالوا بينا نرجع بقى كده السؤال فيسكل كونتيننج انزيمز اوكي انكلوز باي دبل ممبرين لا فيسكل كونتيننج هيدروليتيك انزيمز يس اند سراوند باي سنجل ممبرين يس فاوند اونلي ان فاجوسايتس مين قال ده احنا قلنا ده حتى في البلانت في لايسوسومز حتى بلانت سيلز فيها لايسوسومز يبقى ما تنفعش كلمه اونلي دي تخوف في البال طيب فيسكال انكلوز باي سنجل ممبرين يس كونتين سيفرال ديفرنت هيدروليتيك انزايم فيها بروتيز وكربوهيدريس بروتيزز ذات مي اكت انسايد يبقى انترا سيلولار زي الكاتاليز انزايم واوتسايد زي البروتيسز بتاعت الستومك مثلا بيبسن ده يعتبر اوتسايد السل زي الفانجل الفا اميليز مثلا بيطلعوا بره الهايفي بره الميسيليا يبقى سي معانا سراوندد باي دبل ممبرين احنا اتفقنا لا يبقى الانسر سي اوكي Which statements about ATP are correct? It is produced in mitochondria only. احنا اونلي دي تخوف في البايو تخوف اوكي لا مش في ميتوكوندريا بس it can be hydrolyzed to form ADP yes ممكن يحصل هيدروليز للATP splitting BI group terminal BI group عشان يتحول لADP and release of energy تنفع it contains the oxyribose انا مش فاكر طب تعالى نشوف صوره كده ده الATP الATP عباره عن ايه اسمه أدينوسين أدي أدينين شبكة مع شوجر ريبوز وبالتالي دي أوكسي ريبوز رونج ريبوز يبقى أدينين نيتروجينس بيس أدينين بلس ريبوز شوجر من البنتوسز يدي لك أدينوسين الأدينوسين شابك مع 3 فوسفيت جروبس في ما بين 3 فوسفيت جروبس 2 بونز هاي انرجايزد لو حصل splitting لواحدة فيهم by hydrolysis by adding water هنا by ATPase enzyme و adding water ال BI تنفصل قال ال BI هي انفصلت phosphate group وإيه كمان يتكون ADP ADP استفدنا إيه؟ استفدنا release the energy ال energy دي useful for cell ال cell تعمل لها harvest وتبتدي تعمل بيها ممكن anabolism تعمل بولمرايزيشن
تعمل اي افكت احنا محتاجينه زي ما شفنا من شويه. كما ان الفوسفيت جروب دي لو اخدت انت في شابتر 6 الفوسفوريليتد نيوكليوتيدز اكتيف نيوكليوتيدز كل النيوكليوتيدز محتاجينها في ريبليكيشن اوف دي ان اي كانت فوسفوريليتد باي تو جروبز من البي اي. جبناهم منين؟ جبناهم من الهيدروليسيس في اي تي بي. اوكي هيدروليسيس في اي تي بي واضحه؟ طيب تعالوا بينا الانسر مره ثانيه. تيز بريدجز انسايد ميتوكوندريا؟ لا. داخل الميتوكوندريا يس. وداخل الكلوروبلاست في برضه اي تي بي برودكشن. It is hydrolyzed. Sorry, you know what? It is produced in mitochondria. No. You know, only mitochondria plus chloroplast. برضو بتطلع ATP. It can be hydrolyzed to form ADP. قدامك في الاستراكشر طلعت ADP by hydrolysis. Contains the oxyribose. طبعا wrong. يبقى الانسر الوحيده هي to fin 2 only. اهي. يبقى الانسر دي. الانسر دي. اوكي يا اولاد. طبعا thank you for watching. Next video ان شاء الله في group of videos هتتعرض الفترة الجاية. كنت اتمنى تبقى live بالنسبة لكم وان كنت حطيت اللينك موجود لكن يمكن حطيته وقت متأخر ما لحقتوش تشوفوه مفيش مشكلة. لو انت محتاج اي حاجة معينة خاصة ب اي شابتر هتمر علينا خلال التسعة ايام الجايين او ثمان ايام الجايين قبل يوم الاكزام. ليت الاكزام بيبقاش فيه ريفيجن بالنسبه لي، دي خاصه بيك انت بس تقدر تراجع فيها وتبقى ريلاكس شويه وتقدر تجمع الداتا اللي انت راجعتها طول الفتره والتعب اللي انت تعبته الفتره اللي فاتت. Best wishes و good luck و thanks for watching again. Thank you. Bye bye.